السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب السنة للخلال، وهذه المجالس نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكم اجتماعكم على هذا الطلب. حقا ما زلت مع الإخوة الأفاضل، قلت أنا أذهلني ما أرى من حرص الإخوة والأخوات على الطلب، مع أنه يعني ما كان الظن أنه يكون في حرص بهذه الطريقة. هذا الحق يعني، وذاك فضل الله يتيما يشاء. نسأل الله جل في علا أن يجعلكم نفراسا وأسوة لجميع طلبة العلم، وينفع بنا وبكم ويشكر لكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفعل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب السنة للخلال، فضائل نبينا محمد، فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام صلى الله عليه وسلم. عن الأزدي قال: وجعلتك أول النبيين خلقا. أول النبيين خلقا، وآخرهم بعثا، وأولهم مقضيا له. قال لي أحمد: أول النبيين. وطبعا هذا الحديث لا صح. أول النبيين يعني خلقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. حديث وانا ايش معناها؟ كيف استدل بهذه الآية؟ هو بيقول احمد اولها تأويل رائع، لكن لابد يفهم من الآية. قال الفضل: قال لي احمد اول النبيين يعني خلقا، ففسرها بالآية، وهذه دلالة واضحة جدا على ان العالم ايضا يمكن ان يعني يريد بالآية او بالأثر. اين صاحبك؟ طيب، قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فسرها بالآية. في قبر منك وإذا أخذنا النون عائلة. لا لا لا، هي صعب عليكم، صعب عليكم، لكن هو الحل فيها مهمة جدا. الذي يعرف، طيب شوف الإجابة هذه في من يعرف الفرق بين الخالق البارئ المصور، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. من عارف الفرق عارف الإجابة. أقربها لكم على قول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. هنا خلقا بمعنى تقديرا، خلقا بمعنى تقديرا، قدر. ولذلك لما تقول في أسماء الله: هو الخالق البارئ المصور، الخالق إذا اجتمع مع البارئ والمصور فالخالق يكون المقدر، والبارئ هو الذي أنشأ أخلق، يعني صور الخلقة، والمصور هو الذي جعل تكاملت الهيئة. ها؟ الإيش؟ الفرق. الفاطر يأتي بمعنى الذي أنشأ من عدم، فيكون الرابع له معنى قريب من هذه المعاني. لكن الثلاثة إذا اجتمعوا يكون الخالق بمعنى المقدر. لذلك الشاعر قال: لأنت تفري يعني تظهر من العدم، تنشي من العدم تظهره، لأنت تفري ما خلقت، ما قدرت أنت تفريه، ما أحد يستعمل ذلك يفعل ذلك غيرك. لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني كثير من المهندس الذي يعمل دراسة الجدوى، خلاف المهندسين، شوف لما جعل كل بنايات مائلة، المهندسين عندهم شيء اسمه الرسم التخطيطي ولا الرسم الهندسي أولا، صحيح؟ فهو يخططها هكذا، ممكن تكون البناء مطابق وغير مطابق، وممكن ما تخرج البناء نفسها، ما تخرج، ما يستطيع أن يخرج على الناس التي يريدها.
فهذا اسمه يفري، يقدر هذا التقدير. فالله تعالى إذا قدر لابد يخرجه. لما؟ الكون كونه، والقدرة له سبحانه وتعالى، الكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة المطلقة. قال الله أتى أمر الله، شوف أتى فلا تستعجلوه، يأتي بالماضي المضارع هنا، أتى أمر الله. لما؟ لأنه ما دام قد قال سيأتي انتهى، لا رد لقضائه. فهنا أحمد هذه من رواعي البيان والدلالة واضحة جدا على أن الأثري حقا هو العالم. فلو هو الآن يقول وجعلتك أول نبينا خلقا، فقال خلقا بالمعنى، وإذا أخذنا من نبينا ميثاق قوم منك ومن نوح في الأزل، يعني ميثاق النبيين ميثاق في الأزل، ففي التقدير، فيكون هنا بمعنى التقدير، قدرتك نبيا. طبعا تأتي في الشرح حياتي البعض ماشي، لكن أنا أعجبني الاستدلال من الإمام أحمد. أشوف هذا دلالة على عمق الفهم وعمق الاستدلال. نعم. حديث ميسرة الفجر، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا صلى الله عليه وسلم؟ قال وآدم بين الروح والجسد، ما معناه؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. وهذا حديث صحيح، وهي الرواية الأخرى جاءت متى كتبت نبيا. قال كتبت نبيا أو كنت نبيا بين وآدم بين الروح والجسد. عن جابر قال في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجيب. وده في أقوى من ذلك، أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة فتوسل بمن؟ توسل بمحمد. قال الله له أتوسل بمحمد ليغفر له. فقال له وكيف عرفت محمدا؟ قال وجدته مكتوب تحت العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا 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 حديث مظلم مركب من وضاع يحدث عن وضاع. طيب هو نقف عند هذا. نعم. هات اللي بعده نقف عنده. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. وقال لا أدري أن هناك حديث ورد بأن السلام قال أنه ولد مختونا، وهذا الحديث حديث لم يصح. سنبينه إن شاء الله أن السلام ولد مختونا وأنه لم يرى سواته أحد. عامة هو الحديث الأول، وهو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا لهم. الحق بأن هذا الحديث جعلتك أول النبيين خلقا فيه أبو جعفر الرازي، وهو كما قال الإمام البخاري له مناكير، بل الحق أنه وضاع وأنه وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، فالحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جعلتك أول النبيين خلقا، بالذات خلقا يعني، وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له. قال العلماء فيه أبو جعفر الرازي وهو صاحب مناكير، بل هو وضاع صاحب بواطيل، وهذا الحديث لم يصح. وإن صح الحديث سنبين معناه، لأنه في قولي جعلتك أول النبيين خلقا، ويكون الخلق هنا بمعنى تقديرا كما سنبين. وهو قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتبت، فقال كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمره وأول أمره قال كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. الحق أن هناك حديث بعض الطائف معلوم من يعني يستدلون بها ويتمسكون بها، يتمسكون بهذا الحديث أولا وجعلتك أول النبيين خلقا، ويؤكدون بذلك كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهذا يستدلون به أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول النبيين خلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول النبيين خلقا. وهذا احتج به ابن عربي النكرة، تعرفون الفرق بين النكرة والمعرفة. ابن عربي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول النبيين خلقا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول النبيين خلقا، فيستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث كما قلنا في أبو جعفر الرازي هو صاحب مناكير وبواطيل، ويستدلون بحديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. إيش الفرق بين آدم بين الماء والطين؟ ما هو الطين تراب وماء، الفرق بينه وبين الماء والطين. وهذا حديث كذب باطل أيضا.
هذا حديث موضوع، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين حديث موضوع، لكن هؤلاء الطوائف استخدموها واستدلوا بهذا الحديث، حديث كنت جعلتك أول نبينا خلقا، وبحديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين على أن أول النبيين خلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو حقيقة كان مخلوقا قبل الأنبياء، وهذا الواقع يكذبه، ليس الذهن فقط والعقل والفطرة والأثر، الواقع يكذبه، لأنه لو كان كذلك 40 سنة بين الناس لم يدعي حرفا واحدا أنه كان نبيا أو رسولا أو يدعو إلى الله جل في علاه، ولذلك ما هاج الناس وما هاج عليه إلا بعدما قال أنا النبي، أنا الذي بعثني رسول الله جل في علاه رسولا إليكم، فما هاج الناس عليه وما قاتلوه إلا بعد إظهار الرسالة. فهنا إذا قلنا بصحة الحديث الأول وجعلتك أول النبيين خلقا، يعني قدرا تقديرا كتابة، وهذا الذي يوضحه قول سلم كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ما معنى بين الروح والجسد؟ يعني ما خلق آدم، قبل خلق آدم كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. هنا لابد ننظر نظرة، لأن الحق أن كل الخلق كتبوا أولا عند خلق القلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء أول ما خلق القلم، وفي رواية قال أول ما خلق القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ذلك كان مكتوبا، مكتوب كل شيء، وهذه تعتبر كأنها كتابة أخرى، هذه كتابة كأنها تعتبر كأنها كتابة أخرى، مفهوم؟ هذه بالضبط مثلها مثل كتابة الملك، عندما في بطن الأم يكون الجنين بعدما يكون نطفة علقة مثل ذلك مضغة، يأتي الملك يقول ربي، يعني اكتمل الخلق، ربي ذكر أم أنثى، ربي العمر، ربي الرزق، ربي العمل، أشقي أم سعيد، ويكتب كل ذلك. فتكون هنا كتبت نبيا كالكتابة، ككتابة الملك والجن في بطن الأم، كما قال آدم عليه السلام في حديث حج آدم موسى، حج آدم موسى، والحج كانت مع آدم على موسى، إنما قال أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أنت موسى بني إسرائيل الذي خصك الله بكتاب برسالاته وكتب لك أو خط لك التوراة بيدي، قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب50 عاما أو قريب من ذلك الرواية. فهنا قال كتبها علي، لم يقل كتبها في أول ما كتب القلم، صحيح؟ فقد تكون كتابة ككتابة الملك، قد تكون كتابة، المهم أنها كتابة حقا، كتابة ككتابة الملك للجنين في بطن الأم، أي رب العمر، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب العمل، شقي أم سعيد. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وآدم بين الروح والجسد. ولذلك في قول جعله وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هذا الميثاق الذي يأخذ ميثاق النبيين على هذا على مدمار هذا. فخلقا يعني تقديرا، فيكون الله تعالى قد قدره نبيا وآدم بين الروح والجسد، وقدره أولا نبيا وآخرا أبعثا، ويكون هنا بمعنى خلقا أجعلتك أول النبيين خلقا، يعني تقديرا نبيا وآخرهم بعثا. وهذا هو الفضل الذي يتفضل الله جل وعلا به على نبينا، أنه آخر الأنبياء بعثا، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا على بناية جميلة جدا إذا مر بها المار، يعني يقول ما أروع هذا البناء لولا موضع اللبنة، قال وكنت أنا اللبنة، بأبي هو وأمي هو خاتم النبيين ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأولهم مقضيا له، هذا صحيح، أول الأمم دخول الجنة هي أمة محمد، ولذلك قال نحن الآخرون الأولون، يعني الأولون لا يدخل الجنة أحد قبل المسلمين بحال من الأحوال، ونحن أول الناس قضاء، والكل إذا مر على الصراط الأنبياء يقفون يقولون اللهم سلم سلم، وأهل الإسلام هم الذين يمرون أول الناس. فالغرض المقصود أن هذه فضائل خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو حديث حديث ميسرة، قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كما قلت كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا الصحيح. أما حديث جابر في خاتم سليمان لا إله إلا محمد رسول الله، حديث باطل أيضا لا يصح بحال من الأحوال، حديث موضوع، هذا حديث موضوع، وهو فيه هذا أبو خالد
البصري متهم بالوضع، فحديث موضوع. فهذا الحديث أيضا لم يصح بأن سليمان عليه السلام خادم سليمان مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم كانوا ما يعلمون هذا الأمر، وأن سليمان ما صار نبيا إلا بعد ما بعث الله تعالى وأرسل إليه جبريل. فمعنى أنهم يقولون كان نبيا قبل أن يكون نبيا هذا مخالف للواقع والشرع والأثر وغير ذلك. ما لهم الكتاب الآن؟ وهذا أيضا قريب من المنهج الذي يقول بأن الله يحب عمر قبل أن يسلم، وهذا خطأ مبين. عمر كان مبغوضا لله تعالى حالة كونه كافرا، وما أحبه الله إلا بعد ما أسلم. هؤلاء يغلبون عين القدر على عين الشرع. والنبي لم يكن نبيا قط إلا في غار حراء عندما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، صار نبيا. أما مكتوب، نعم هو مكتوب نبيا، هو مكتوب نبيا، مقدر نبيا، نعم قدره الله نبيا، اصطفاه الله جل وعلا وكتبه وقدره نبيا. أما حقيقة أن يكون نبيا قبل خلق الخلق، هذا عته في الأذهان وخراب في الاعتقاد. يعني هذا عته في الأذهان وخراب في الاعتقاد، ما يعني هذه معضلة يعني. لكن الحق أن في الأمر شيء من ذلك، ما يعني يكون اللطف في الهروب، في الأمر شيء من ذلك، في الأمر شيء من ذلك. فهنا ولذلك حملهم على وضع الأحاديث. وحديث كنت ولدت مختونا من كرامتي على ربي أنني ولدت مختونا، وهذا الحديث يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفيان ابن سفيان الفزاري، قال من كرامتي على ربي عز وجل أنني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوآتي. وهذا حديث ضعيف جدا في سفيان الفزاري، وهو أيضا متهم بالوضع، هو متهم بالوضع. فهذه أحاديث بأسرها كلها بواطيل. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن، والحق أنه لم يولد مختونا على ما قال، بل وأيضا كأنه قال لم يرى سوآتي. ده الحديث أشهر ما يكون عندما أرادوا حمل الحجارة لبناء الكعبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سرواله ووضع على كتفه من أجل أن يعني العباس هو الذي نصحه بذلك، كان ياخذ الحجاره فقال يا بني لو يعني لو تتقي هذه الحراره، لو تتقي هذا الحر وتضع سروالك على كتفك، فخلع سرواله وجعله على كتفه فظهرت سوءته بابي وامي فاغشي عليه، فلم يرى بعد ذلك بعد اليوم يعني قد ظهرت سوءته بابي هو وامي. هذا الحديث المشهور صحيح، لكن نحن نقول وهو حقا لم تظهر سوءته بأبي هو أمي. لكن بعضهم يقول بأن هذا الحديث أيضا مطعون في متنه بحديث كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فأقول ابقي لي وتقول ويقول لي ابقي لي، لأنهم طبعا أصلا من الغلو، وأيضا بمثل هذا الحديث من الغلو قالوا بأن النظر إلى يعني الحليلة الزوجة أو الزوج، نظر الرجل لما يحل له من امرأته أو المرأة لما يحل لها من زوجها أن هذا يورث العمى أو أنه لا يجوز ويورث العمى. هذا حديث رواه موضوعا أيضا، وأكرم الحديث في ذلك وأقواها طعنا في هذه الأروات هو قول عائشة كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد فأقول ابقري، اغتسل معه وتغتسل معه ويبعد ألا تنظر له ولا ينظر لها. ولذلك لما رأوا عنا حديث لا أرى منه ولا يرى مني، حديث أيضا لم يصح بحال من الأحوال. لكن عامة هو حديث يعني كرامتي على ربي أني ولدت مختونا، وأيضا قال لم ترى سوءتي، قال الإمام أحمد لا أدري. لا يصحح الحديث. فلو صح الحديث أخذنا به، ولكن عندنا مسألة حديث العباس ولم يرى بعد ذلك الإنسان أغشي عليه حماية له، أغشي عليها بأبي هو وأمي. فهذا الحديث أيضا يعني ممكن الذي يصح هذا الإسناد يقول بأن هذه مرة وهذه المرة نادرة فلا تعد، مفهوم. لكن الحق الإسناد لم يصح وأضعفه الإمام أحمد، لذلك قال لا أدري وطعن فيه. عامة هذه الأحاديث بيانا أراد بها المصنف بيانا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم الفضائل التي تقال في هذا الحديث فأنه قال آخرهم بعثا وأولهم مقضيا له. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني جملة بسيطة يسيرة نتكلم عنها وبعد ذلك يتولى الكلام على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الخلق على الإطلاق، سيد الناس على الإطلاق،
أكرم من واطئ التراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الله، لا سيما وأن أعظم ما يمكن جلاء يوم القيامة أن الجميع يحجم وهو الذي يتقدم. لما عندما يقول الله تعالى وصفا لما يحدث يوم القيامة: يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء لشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، الشمس تدنو من الرؤوس قد رميل والعرق يغطي الكعب أو الركبة أو الحق أو الصدر أو يلجمه الجامع، لذلك الجميع يتجمعون ويذهبون إلى آدم يستشفعون به، فيقول آدم لست هناكم لست أنا، ويذكر ذنبا فعله أكل الأكل من الشجرة، ثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم إبراهيم اذهبوا إلى نوح، فيقول نوح عليه السلام لست هناكم، ويذكر ذنبا وأنه سأل ربه ما لا علم له به، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء أو أبي الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست هناكم كذبت في جنب الله تعالى كذبات ثلاث، اذهبوا إلى موسى كريم الله يذهبون إلى موسى، موسى يقول لست هناكم إنني فعلت كذا وكذا وذكر القتل الذي قتله بغير إذن، يقول اذهبوا إلى عيسى، عيسى يقول لست هناكم ولا أذكر ذنبا، والحق بأنه وقع في شيء وقع في شيء، لأن السلام قال ما من أحد هذا على العموم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، لم يذكر إلا يحيى، فيقول عيسى السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد يقول أنا لها في رواية بأبي أم يقول أمتي رحمة بأمتي، قال فأستأذن ربي، وهذه الكرامة الأولى، يبقى الكرامة الأولى التي أظهر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يذهبون ويحالون إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقر آدم يقر نوح الرسل الخمسة أولو العزم من الرسل يقرون بفضل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أستأذن ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا فأحمده بمحامد علمنيها الآن وهو ساجد، وهذه فيها دلالة أن أسماء الله لا حد لها ولا حصر، الآن علمه الثناء على الله جل في علاه، فبعدما يحمد الله جل في علاه يقال يا محمد ارفع رأسك، شوف الكرامة وصل، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، الله القائل، وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وهذه من أعظم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه أكرمه بأنه أعلى ذكره، لا يذكر الله جل في علاه إلا يذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم تكن للنبي قط إلا 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 لنبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك ما ترى الأذان لا يكون أذانا صحيحا إلا أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى في الصلاة في كل صلاة لابد من التشهد حتى تصح صلاتك وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الذي فسره ابن عباس في قول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس لا أذكر حتى تذكر، ووصى له إفرادا بالصلاة عليه، ووصى له وأمر له إفرادا بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، وأيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه لم يناديه قط باسمه كرامة له، بعدما علمنا الأدب معه بيّن هو عملا لكرامته عليه ما ناداه باسمه قط في الكتاب، الأنبياء يا نوح يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، أما محمد لا صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما إذا طلقتم النساء فطلقهن العدتين، أما في آية محمد رسول الله هذا خبر، أما الإنشاء ناداه بلقب ليعلم مكانته بأبي هو وأمي، وأيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ ميثاق النبيين جميعا باتباعه وواقعا أحياهم جميعا فصلوا خلفه فصلى بهم إماما، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك
هم الفاسقون. انظر بربك، انظر رحمك الله، رجل يقول من وحد وآمن بأي نبي دخل الجنة، والله جل في علاه يأخذ الميثاق على جميع الأنبياء، لا على الأمم، على جميع الأنبياء أن إيمانهم لا يستتم إذا وجد هذا النبي إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه. والمفتون المأفون يقول ليس شرطا ولا إجبارا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء قال الله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، والخطاب للأنبياء أنهم لا يصح منهم إذا ورد هذا النبي إلا اتباع النبي والإيمان به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أخرتم وأخذتم على ذلك إسري، قالوا أخرنا. ولذلك عيسى ينزل آخر الزمان تابعا لا متبوعا، عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تابعا لا متبوعا، وأظهر ذلك بجلاء عندما استوت الصفوف ونزل على جناح الملك وعرفه المهدي بصفته، قال تقدم يا روح الله تصلي بالناس، قال لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمعانا في التبعية، لم يصلي بالناس إماما، وصلى خلف أحد المسلمين. والآن أكثر من نبي صلوا خلف أحد المسلمين دلالة على شرف هذه الأمة. فنزل عيسى تابعا، ولا يمكن أن يقال متبوعا، ولا يقال أنه جاء بشريعة غير شريعة محمد، بل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء من أنه لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذه من شريعة محمد، هذه من شريعة محمد. فشريعة محمد أخذ الجزية تأقيتا إلى نزول عيسى، إذا نزل عيسى انتهت الجزية، فهو تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة الله تعالى لهذا النبي، من كرامة الله لهذا النبي أنه جعله آخر الأنبياء بعثا. قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، وقال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. ومن تفضيلي أيضا أن الله تعالى جعل رسالته عامة وليست خاصة. قال وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت للناس كافة عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه عموم الرسالة، تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عموم الرسالة ليست للبشر فقط بل للجن والإنس للثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي رسول لهم. ولذلك ابن مسعود كما في المسند وفي غيره قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى ليلة، ثم لما جاء سألهم ابن مسعود فأراه نيران الجن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم قولهم عندما قرأ، وإن كان الإسناد فيه كلام، عندما قرأ عليهم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، قالوا ما من شيء من نعائمك نكذب فلك الحمد ربنا. الجن كل ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ما من شيء من نعائمك رب نكذب فلك الحمد ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول للجن وللإنس، ورسالته عامة، وهذا تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم. من تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو التيسير عليه في هذه الشريعة، فضله على الجميع بهذه الشريعة الغراء. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرؤ مسلم أدركته الصلاة فليصلي حيثما أدركته، فليصلي حيثما. وهذا من تفضيل الله لهذا النبي. ومن تفضيل الله لهذا النبي أنه فضل أمته على الأمم أجمعين، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فرأيت سوادا يسد الأفق، سوادا في الأفق، فقلت أمتي، فقالوا لا، هذا موسى وأمته. قال ثم رأيت سوادا أعظم من هذا السواد، أكثر الناس دخول الجنة هذه الأمة، فقال هذه أمتك، وليس هكذا الوقوف عندها. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكبروا. قال قد قال ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا ألف، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هناك حديث أكثر من ذلك جودا من الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر في الناس، قال أترتضون أن تكونوا
ربع أهل الجنة قالوا نعم اللهم نعم، قال قال ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة هم يكبرون ويقولون نعم. فكبر عمر لما قال شطر أهل الجنة كبر عمر تكبيرا عظيما، فقال ويحص الله بيده من هذه الأمة 3 حسيات إلى الجنة بيده. ولك طبعا احنا قلنا الكيفية لا يعلمها إلا الله رفعه، لكن عظم يد الله لا يعلمها إلا الله رفعه. ابن عباس يقول الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. الكون بمرامين شاسعة، النار بحار ثمار أشجار السماوات العلى كلها في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فيقول الله ويحصو الله من هذه الأمة 3 حسيات في الجنة، لنا أن نقول لا أحد من هذه الأمة يدخل النار، فلا أهلك على الله إلا هالك، لا أهلك على الله إلا هالك. وهذه رحمة الله بهذه الأمة دلالة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم أن قدم أمته على باقي الأمم. نكتفي بهذه الفضائل إن شاء الله، نكرر ونبينها توسعة وتفصيلا عندما يأتي الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.